مرحبا، أنا اسمي زينب شعيب، أنا بشتغل هون بالكنال 11 وأنا بشتغل بالبيت. ممنوع حدا يظهر مشان الكورونا الفيروس، وهلأ قبل شوي الحكومة غوفنر مايك دوين كنا بيحكي، وأنا بدي أقلكم شو كنا بيحكي بالضبط، لأن في كتير ناس عايشين هون بالتليرو ما بيحكوش إنجليزي، وأنا حابة كون صوت لإلكم، وإذا عندكم سؤال فيكم تقولولي. وبدي أقلكم إنه غوفنر مايك دوين كنا بيحكي وكنا بيقول إنه إذا في حدا ما بيحكيش إنجليزي كتير مهم ليعرفوا شو بيصير. هلأ أنا بدي أقلكم عني شوي. أنا اسمي زينب شعيب، وأنا خلقانة ومربيانة هون بتوليدو أوهايو، بس أنا لبنانية، سو أنا رح حاول قد ما فينا أحكيكم بالعربي. بعرف إنه عربيتي شوي مكسر، بس رح أعمل أكتر شي لحكي حتى لخليكم تفهموا علي وشو بيصير. أول شي قال الغوفنر مايك دوين إنه المدارس، قالوا المدارس رح يكون مسكر لحتى May 1st، يعني أيار أول رح تكون جمعة، رح يضلوا مسكر لحتى الأيار أول. يعني إذا عندكم أولاد ما فين يروح المدرسة، خليكم بالبيت، خليهم بالبيت، وحتى لخليهم يدرسوا كمان بالعربي. سو كتير مهم إنه ما تخليهم يروح على المدرسة، أصلاً المدارس كلهم مسكر، سو رح يضل مسكر لحتى الأيار أول، يعني May 1st رح تكون جمعة. وكمان بدي أقلكم الغوفنر دوين قال إنه صار في 1933 شخص بأوهايو، مش بالأمريكا كله بس بالأوهايو، عندهم الكورونا فيروس. سو هل نمرة كبيرة كتير، بس هاي بالأوهايو 1933 شخص هون بأوهايو عندهم الكورونا الفيروس. هلا 39 شخص ماتوا من الكورونا فيروس من الأوهايو. هلا الساعة 4 رح يقولون وين بالضبط ماتوا العالم وين بأوهايو، وبعدين كمان بيطلع على الفيسبوك وبخبركم كمان شو بيقولوا. بس هلأ بيقولوا إنه 39 توفقوا بالكورونا فيروس. سو مهم كتير بيقولوا إنه انتبهوا على حالكم، غسلوا إيديكم قد ما فيكم، تغسلوا إيديكم وما تظهروا لبرا، خليكم قاعدين جوا بالبيت. حتى لي أنا عم بشتغل بالبيت، كل ممنوع حدا يروح على الستيشن بالكنال 11، سو خليكم بالبيت. أكيد فيكم تروحوا تجيبوا خضرة، تجيبوا أكل للبيت، بس رجعوا بعد، بس تجيبوا الأشياء بتكون إياها بالبيت رجعوا. سو هاي أول شيء قال عن المدارس. المدارس رح يكون مسكر لحتى الأيار أول. أيار يعني أنا باللبنان بنقول أيار، بس يعني الشهر الخامس أول يوم. وبيقول الانتخابات هلأ بتكون الفوت إذا بتكون رح يأجلوها خليني نشوف نيسان 28، so April 28th يعني الشهر الرابع. إذا بتكون صوتوا اللي بتكون تنطروا شوي، بس آخر يوم في كنسوتو النيسان 28 أبي أقوله. هلأ كمان الغوفرنر حكي عن المستشفيات. المستشفيات أبي أقوله إنه كتير بياخدوا وقت لحتى يفحصوا النتيجة إذا عندكم الكورونا فيروس. هلأ الغوفرنر أبي أقول إنه بدون يسرعوا شوي، بدون ياخدوا شيء 10 ساعات. So, إذا رحتوا سمح الله، إذا صار عندكم يعني سعالة وعندكم حرارة وبدكم تفحصوا حالكم، بيقول روح المستشفى تفحصوا حالكم، بس النتيجة لازم يكون أسرع شوي، بياخدوا وقت كتير. So, هو بيسأل المستشفيات ليستعجلوا قصة النتيجة. قال إذا رحتوا على المستشفى وما بيعطوا النتيجة منيح بسرعة، فيهم ياخدوا المستشفيات ياخدوهم على Ohio Department of Health، هاي رح يعطوكم النتيجة على السريع. So يعني
إن شاء الله خير، يعني ما بكون عندكم، بس إذا حسيتون شي غلط روح على المستشفى، وهن لازم مفروض يعطوكم النتيجة من 8 ل 10 ساعات، يعني نفس اليوم إذا الله رد. So هول هن كن بد عم يقول الجوفرنر يوم حكي هلا بعد الساعة 2، حكي كتير أخذ شي ساعة وقت، بس هول أهم شي كنا بيقولون إنه إذا عم تحسوا شي روحوا على المستشفى، ولازم النتيجة تكون 8 ل 10 ساعات مش أكتر. عن نسبة المدارس رح ينطروا لأيار أول، رح تكون جمعة. سو الأولاد نيالهم رح يضلون بالبيت، بس أكيد الأهل رح يعلموهم بعد، رح يخليكم تبهوا على الأولاد وخليهم يقروا كمان حتى لما ينسوا. أهم شي تعلموهم بقلب البيت. ومثل ما بقلكن May 1st يعني أيار أول، يعني شهر الخامس. وكمان حكي عن البريزنز يعني السجن، هو بده يجرب يعطي الكل النرسات عم يشتغلوا بقلب السجن التياب للتحماية للكورونا فيروس، وبدون يعملوا الماسك لوجهن للنرسات، وبدون يعملوا كتير هان سانيتايزر يعني بتقتل الميكروب بتستعملوه هون. سو بدو يجرب يعطي كتير للسجن أكتر شيء، لأن هون كان مأثرين كتير على الكورونا فيروس. So, شكراً على كل اللي عم يحضروا، أو رح أحكي شوي إنجليزي لفهم العربي. Hello everybody, this is Zeinab Cheaib. I'm with WTOL 11. And if you've noticed, I am speaking Arabic. There's a lot of people in our community that are not getting enough information because of their lack of speaking English. So I'm here just to translate for them in Arabic key points that happened in the press conference of Governor Mike DeWine. Also, you want to stay tuned to Roxanne Elias. She's going to have update in Spanish as well. And we feel here at WTOL, we don't want anybody missing out. So that's why we're doing this. So I'm going to get back to talking in Arabic again. Like I said, المدارس أيار أول رح يكون مسكر. إذا بتحسوا شيء حرارة عندكم حرارة أو سعلة عندكم، روح المستشفى الدغري. ومفروض عم يسأل الحكومة، عم يسأل المستشفيات يطلعوا النتيجة بسرعة على السريع. رح يبعتوا النتيجة على الأوهايو ديبارتمنت أوف هيلث، رح تاخد 10 ساعات. نفس النهار رح يطلع النتيجة إن شاء الله رد. وكمان ال يعني إذا بدكم صوتوا هيدا كمان أجلوها لنيسان 28، يعني الشهر الرابع. وبعدين آخر شيء كمان عم بيقول إنه بأوهايو، هلا هاي مش أمريكا كلها، بس بأوهايو في 1933 شخص عندهم الكورونا فيروس، النتيجة طلع عندهم لسا هاي 1933 شخص. وهون بأوهايو الله يرحمهم ماتوا 39. بس هاي هي الحكي فيها الحكومة اليوم هلا ساعة 2. ف كمان بدي أقلكن إذا عندكن سؤال أو بدكن تقولوا لي شيء تخبروني شيء قولوا لي، أنا رح أحط الفيسبوك اسمه تحت لحتى لي فيكن تقولوا لي وأنا رح رد عليكن. وإذا عندكن أي سؤال تسألوني وأنا رح أحاول شوفوا يعني فسر لكم قد ما فيني، وأنا بعرف عربيتي مش كل هالقد شوي مكسر، بس أنا بحاول فهم لكم لأن أنتوا كتير مهم لإلي، وأنا بدي أكون صوتكم للعربي. So, فإذا بعدكم عندكم سؤال بليز قلوني وأنا رح رد عليكم. فشكراً كتير، ورح ضلني كل يوم بعد ما الحكومة بيحكوا رح أطلع على الفيسبوك لحتى تحكوا معنا وحتى تفهموا شو عم بيصير. كمان بعد شوي الولاية توليدو رح تحكي يمكن ساعة 4 رح تحكي، وأنا رح أرجع أطلع على الفيسبوك وخبركن شو عم بيصير هون بالتوليدو. Okay, so thank you so much. Bye bye. شكرا كتير لكم. Bye bye.